انا مخولوني، انا بتفرج بعد الماتش لقيت بعد المقابلات في نهايه المباراه لعيبه بتتكلم انها ليها ضربه جزاء من فريق الاتحاد، وان كانوا اكثر استحواذا واقرب للفوز طيب فقلت يمكن انا بتفرج بتحيز. فلما شفت بقى التحليلات دي وشفت بعد كده تحليلات خبراء التحكيم، اتضح ان ليه اكتر من ضربه جزاء هو النادي الاهلي. ضربات اتحسبت على النادي الاهلي قبل كده، يعني في مره ضربه جزاء اتحسبت على سعد سمير في ماسك بالكوره، واول ما الكوره اترفعت تيت، مع ان الكوره ما كانتش ناحيه سعد سمير خالص. اتكرر هذا المنظر بالشكل اكثر وضوحا مع كلوبالي زي ما هنشوف دلوقتي، ولم تحتسب ضربه جزاء، لمسه يد في الشوط الاولاني من رجل اللاعب الى ايده واعتبرت غير مقصوده، ولكن لما لمست كعب لايد لاعب ورا ظهره عايزينها تتحسب ضربه جزاء في وقت محتسب بدل من ضائع. طب يمكن انت بتتفرج بتحيز، ما نشوف المهندس عادل بيتفرج بتحيز. طب هل ممكن جمال الغندور يكون كمان وشناوي بيتحيز؟ الاول جمال الغندور، نشوف جمال الغندور الاول. هنا ايوه، ارجع بقى هاتها لي، مفيش اعاده عامليها صح؟ مفيش اعاده. بصوا بقى حضراتكم المسك اللي تم اهو لمهاجم النادي اهو، بس ركز عليها، لو وقفت ارجع تاني شويه بسيطه لورا. يعني للاسف الشديد لعبه زي دي ازاي ما تتعادش، وازاي ما تتعادش من اكتر من زاويه انا مش عارف. ادي المسك اهو اهو، بس اهو ادي المسك اهو، ولم تحتسب. اذا كان هناك تاني، كان هناك مسك داخل منطقة الجزاء، بمعنى ايوه كويس قوي اهو، تمام. كمل غير مقبول انه لعبة زي دي لا تحتسب هذه الحالة داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري. هذا هو لاعب الاتحاد السكندري، في البداية كانوا اللاعبين اهو، لاعب النادي الاهلي بيحاول يفلت بأي شكل ممكن من هذا المسك اهو اهو، كمل معايا. طبعا اعتقد ان هناك ركله جزاء لم تحتسب في هذه الحاله. بتفكرني بلقطه كرم جابر بعد ما كسب الميداليه الذهبيه في اتينا. بالظبط، خد المدرب بتاعه عمله كده. واتحسبت علينا ابسط منها مع سعد سمير، وكلنا اقتنعنا ان مش معنى ان هي الكره مش ناحيتهم انها مش ضربه جزاء. رغم انها كانت ساعتها ضربه جزاء بتعمل تعادل يعني. فعلى اي حال يعني ضربه جزاء لم تحتسب، ويوم تطلع من الماتش وكانك يعني خدت فوز غير مستحق، ده في لمسه يد ثانيه كمان. وبعدين اذا كنت عايز تستشهد بالكابتن الغندور، انا بستشهد بالكابتن شناوي عشان يبقوا الاثنين القمم بتوع التحكيم اللي بيقولوا لنا رايهم اذا اتفقوا هم الاثنين ولا لا. قرار مظبوط من التسلل. نيجي هنا يعني ابراهيم طبعا ما شافش الماسك ده. انا عايز اقول للمساعد، وفي الكوميونيكيشن سيستم دلوقتي، ليه ما يكلموش يقول له في ماسك في كذا ويحتسب الخطا؟ ما احتسبش طبعا، دي كانت تعتبر ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب. اتفاق. اتفق الكابتن الشناوي مع الكابتن جمال الغندور، واستوديوهات التحليل كلها اتكلمت على التميز الفني للنادي الاهلي، لكن استوديو قناه النيل للرياضه استهل تحليله زي ما قبل كده. فاكرين لما قال لك لولا سعد سمير سجل الجون الاولاني ما كانش الاهلي جاب اربعه؟ ما كانش جه الثاني طبعا. يعني انت بتلومني عايز الثاني يجي بالاولاني؟ لولا ان انا بنيت الدور الاول ما كنتش طلعت بالرابع. طب خلاص يا سيدي، طلع لي الثالث والرابع من غير الاول لو تعرف. لكن كمان نفس الاستوديو يستهل تحليله بعد هذه المباراه وفوز الاهلي على الاتحاد، قبل ما يقول برافو للاهلي او برافو للفائز او مبروك للفائز، يا عم مش مشكله ايا كان هو مين، ده الطبيعي، مبروك للفائز وهارد لك للي خسر. انما يبقى الكلام الاتحاد ما اتحسبلوش بنالتي. نشوف اللي جرى في بدايه الاستوديو في النيل للرياضه والرد التحكيمي عليه.
الدوري المصري الممتاز. كابتن علاء نبيل رغم الفوز بهدف مقابل لا شيء، لكن من المرات القليلة نشاهد النادي الأهلي بفوز فيها بأقل من هدفين، يعني هدف واحد، المباراة الماضية هدفين على بتروجيت، المباراة اللي قبليها مع الداخلية 4 أهداف، تقلصت الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا ظروف المباراه، لان الفرقه اللي قدامه برضه مش دي ضربه جزاء صحيحه ولا غير صحيحه؟ لا انا عايزين نشوفها بقى، يعني هل دي عشان انت كنت عايز ايوه اتفضل يا كابتن. نعم ايه؟ لا مش واضحه لغايه دلوقتي، بس يعني هي شكلها جايه في ايده، بس ما اعرفش يعني. لا ازاي جايه في ايده؟ اه جت في ايده. مش كل الكره تيجي في الايد بنالتي. هو كابتن ديار السيد بيقول مش بنالتي. انا اللي انا شايفها دي غيرت اتجاهها يا كابتن. بص اتجاهها من الرجل، الكوره وقفت. ايه ايه؟ طيب لا لا، ايد اللي غيرت اتجاهها. لا الرجل اهي. لا نشوفها باللقطه اللي قبليها. لا اللقطه البعيده، اللقطه البعيده مش من دي، من اللي بعديها. ايوه تمام. ايه؟ لا ضربه جزاء. انا بقول ضربه جزاء. ضربه جزاء كابتن ديار. لا مش ضربه جزاء خالص كابتن علاء. لا لا خالص. يعني الكابتن علاء نبيل الحقيقه من المهاجمين الحلوين جدا محترمين، ولكنه دأب في المرحله الاخيره في انه مركز مع الاخطاء الاهلي، يعني يوضح انه بيستفيد منها. هو دي شايف ضربه جزاء. طيب ما هو ما جابش ضربه الجزاء برضه من لمسه يد في الشوط الاولاني اوضح منها على الاتحاد السكندري. سيبك من المسك كمان، يعني وانت بترصد كرم جابر وانت بترصد ارصد كل الحالات، ان احنا نقول هنا ايه واحد المعيار بقى. ده يبقى ده رايك. انما في الاولانيه بتاعت الاتحاد السكندري قالوا ايه؟ اصل خبطت في رجله وطلعت على ايده. طب ما دي خبطت في كعبه وطلعت على ايده اللي وراه، اللي ورا ظهره، اللي ورا ظهره. يعني هو ما شافهاش بعينيه اللي من ورا، هو شايف الكره فين وهو بعينيه اللي من ورا ما شافهاش. لكن ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه جزاء في كل ماتش. لما تيجي تشوف رايه هتجد ان مفيش ماتش مفيش ضربه جزاء على النادي الاهلي، ومفيش ماتش للاهلي ضربه جزاء. فطبعا هو يعني هي المأزق هنا. لما بكون انا راجل ليا مشاعري مع فريق، بس انا اتحطيت قدام الشاشه خلاص، لازم ان انا يبقى معياري واحد على الاقل. مش هقول لك يعني ما ترصدش، ارصد، بس يبقى ليك معيار واحد وانت بترصد بقى طلع كل الحالات، عشان ما الناس ما تروحش مروحة بانطباع ان الاهلي خطف المباراة بشكل غير مستحق. النتيجة الحقيقية بقى لو كده تبقى 3-1. ها؟ مش هنقول بقى الكرة اللي في العارضة، ومش هنقول الكرة الفيرستايم، ومش هنقول الكرة اللي اتحسبت على كلوبالي انفراد وهي مش اوفسايد زي ما جابوها بعد كده، مش هنقول الكلام ده كله. فالاهلي فاز بجدارة في هذه المباراة، لا يقلل منها بعض الملاحظات اللي سمعناها. أنا مش عايزك ترد، خلي اللي يرد خبير تحكيمي الكابتن ناصر عباس في النيل الرياضة برضه. كابتن ناصر، شاهدت يعني اللعبة اللي عليها جدل كبير في نهاية الشوط الثاني بالنسبة لمباراة الاتحاد والأهلي، والكرة كانت لمسة يد ولا مش لمسة يد؟ ضربة جزاء بالفعل. شاهدت اللعبة كانت الثانية. ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ لا خلينا بقى يعني لو في امكانيه نجيب اللعبه ونحكي. اتفضل اللعبه. لو في امكانيه نجيب اللعبه، انا شايف على الشاشه اهوت. نعم. نشوف اللعبه هنا في التسديد. نعم. وبعدين الكره بتصطدم بالرجل وبتيجي في الايد. خلينا نتكلم في لمسه الكره باليد كابتن تامر. نعم. هو الفعل المتعمد من اللاعب بلمس الكره بيده او بذراعه. ده نعم. الاساس في اكتساب اللعبه. شوف هنا كابتن، هنا الاصل في اللعبه هنا في رجل احمد فتحي راحت الكره الاول. تمام. في حاجه اسمها المسافه ما بين المنافس والكره، وهو هنا قال بين قوسين الكره الغير متوقعه اللي هي الان اكسبكتد بول، اللي الحاجه الكره الغير متوقعه اللي ممكن تيجي في رجلك وتيجي في ايديك. او تيجي في راسك وتيجي في ايدك، يعني دي لو على المدافع ما بتتحسبش كابتن تامر، ولكن هنا في الاصل هنا احمد فتحي هنا حط رجليه في الكره اصل ان هو يلعب، ان هنا ما فيش ايد راح ما راحتش، يعني هنا ايد ما راحتش الكره اول حاجه ما راحتش الكره، ولكن هو بيحاول يلعب برجليه. الكره هنا اصطدمت من الرجل للايد، للايد هنا طبعا دي اسمها الكره الغير متوقعه، اللي انا كمدافع ما اقدرش في اللحظه ديت ما بين رجليا وايديا اشيل ايديا من 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 الكره، وبالتالي انا شايف هنا ان هنا ما فيش ركله جزاء، لان انا بعتبر هنا الكره دي الكره الغير متوقعه اللي هي اصطدمت بالقدم او بالجسم وبتيجي في الايد
هنا ما عنديش فرصه او امكانيه في اللحظه دي اشيل ايديا من مسار الكره يا كابتن تامر. تمام. لو كان بالتالي هنا القرار بعدم احتساب ركله الجزاء هو قرار صحيح للحكم ابراهيم نور الدين. مفيش احتساب مخالفه ركله الجزاء. ممتاز. كابتن نصر عباس بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله لحضرتك. شكرا ليك. شكرا كابتن. شكرا كابتن. شكرا شكرا كابتن. اذا طبعا هي ركلة جزاء مش ركلة جزاء كابتن كما ذكر الكابتن نصر عباس الحكم الدولي وطبعا مش متعمد وجهة نظر احنا قلنا نستفيد احنا قلنا احنا نعرف صح. وجهة النظر ونستفيد نعم. الحقيقة يعني كويس انه زميل تامر صقر والكابتن علاء نبيل الاثنين كمان رجعوا سلموا برأي نصر عباس قال لك لا خلاص احنا قلنا نستفيد لانه الراجل يتكلم عن الانكسبكتد بول الكرة غير المتوقعة فما عندوش مجال للفصل ما بين رجله وايده وايده ورا ظهره فبالتالي ربنا خلق عينيه في وشه مش في دماغه من ورا الحقيقه كان شاف ده بيقع هيسد على ايده صحيح فمفيش ابدا فرصه انه يقدر يفصل ما بين رجله وايده بهذا طب الشكل طب ما جابوش ليه هذا الاستوديو الجميل المعايد اللي فيه شخصيات كلها بحبها ما جابوش ليه الكوره اللي في نهايه الشوط الاولاني او في 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 بدايه الشوط الثاني بتاعه الاتحاد السكندري نفس الوضع بس دي كان في مواجهته مش ورا ظهره بقى طلعت من رجله على ايده على طول ويجوز نرصدها دلوقتي يمكن في 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 برضه مع الكابتن جمال غندور وبعد كده مع كابتن شناوي يمكن يجيبوا لنا اللعبه دي نشوف جمال غندور الاثنين شبه بعض كره بتيجي في اليد ومطالبه بركله جزاء نشوفها تاني اهي مصدر الكوره غير معلوم اللاعب مش شايف الكوره بتيجي مباشره بترتد من جسم ارجع تاني من جسم زميله او من الارض او من جسمه هو اذا عنصر التعمد هنا غير موجود وقرار صحيح لحكم المباراه في نهايه المباراه في الدقيقه 94 هنشوف نفس الشيء بالنسبه للاعب النادي الاهلي ايضا كرة بتيجي من رجله لإيده اسمها كرة غير متوقعة أهو لا يمكن بأي حال من الأحوال أحاسبه على هذه الحالة حتى هو كمان ما يعرفش إن الكرة هتيجي في إيده وجت في إيده من الخلف وقرار أيضا صحيح من حكم المباراة ده اللي أنا بقوله يعني كابتن جمال غندور عمل إيه؟ قارن بين اللعبتين يعني حتى هو قال هو غير متوقع ان الكوره هتطلع من كعب رجله لايده من وراه بتاع الاتحاد السكندري اوضح لان هي جاي من مسافه اطول شويه بس خبطت في رجله وطلعت على ايده فقال ما يقدرش يتوقعها فلما تيجي النهارده تعلق وتجيب كورتين وتقارن بينهم وموحد المعيار الناس كلها تضرب لك تعظيم سلام برضو هنشوف كابتن شناوي اعتقد انه هيتعرض للعبه دي لو طلعت يا كابتن ما هيحصل ما خلاص صعب هنا بقى اللعبه هنا بتاعت الناس كلها بتقول ان لعيب جت في ايده لكن هي الاول جايه في جسمه من جسمه من رجله على ايده وايده بالشكل ده مش عايز يلعبها دي اسمها الارتدادات الغير متوقعه فبالتالي هنا اللاعب ما نقدرش نعاقبه لانه مش ممكن في لعيبه يا كابتن مدحت ما فيش لعيب ممكن يعني يتعمد انه يلعب الكره من رجله لايده ولا يا كباتن صحيح اذا النهارده اللاعب بتاع الاتحاد النهارده مش ممكن بيطلع الكوره عايز يلعبها في رجله من رجله لايده فطبعا لا يعاقب لان اساس احتساب لمسه اليد التعمد لعب الكره بيده فطبعا هنا الحاله دي طبعا لا تحتسب لمسه يد وقرار الحكم قرار صحيح نيجي بعد كده يعني لعبه احمد برضو فتحي وادي الحكم والمكان يعني انا عايز اقول ان اللعبه بالشكل ده لما نرجع بس كده ورا شويه الشكل ده نرجع اهي بس انا عايز اقف بس هنا الحكم طبعا قريب جدا ونفس الكلام ارتداد غير متوقع من لاعب بيلعب الكره برجله بتروح على ايده بالشكل الثاني ده فلا يعاق مش ممكن لعيب يتعمد انه يلعب الكره من رجله لايده فطبعا هنا قرار الحكم وهو قريب طبعا عن قرب انه شايف التعمد مش موجود في لعب الكره باليد وقرار الحكم قرار صحيح شأنها شأن بالظبط لعبة الايه؟ الاتحاد، شوفوا الإعادة من رجله
راحت لايده طبعا بالشكل ده مش ممكن هو يقطع. ده مهدى للجمهور بقى، خاصة جمهور الاتحاد الشقيق في الاسكندرية اللي هم طول عمرهم بيحبوا سيد البلد وبيحبوا الاهلي كمان. شوفوا اللي حصل في التحكيم وراء كل خبراء التحكيم قبل ما حد يروج انه الاتحاد اتظلم او الاهلي اتجامل. هذا الامر واضح اعتقد من اراء كل الخبراء، لكن مع بعض هنسافر كمان لاغادير في المغرب نشوف كريم احمد مع الكابتن خالد العوضي وازاي استعدادات الاهلي عشان نحطكم في الصورة قبل ما يفتتح بطولة افريقيا بعد لحظات. كريم. تحياتي لكم من جديد كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا هنا من الصاله المغطاه صاله الانبعاث بمدينه اغدير معانا طبعا الكابتن خالد العوضي مدير فريق كره اليد بالنادي الاهلي. مبارك لك من جديد يا كابتن خالد، طبعا ما عرفتش اسجل معاك كويس امبارح كانت الفرحه كبيره، لكن النهارده في البدايه قبل ما نتكلم على المباراه حابب تقول لي في اللحظات. طبعا امبارح كانت فرحه عريمه بالنسبه لنا، فبيني وبينك الامور بالنسبه لي كنت تعبان جدا، الدنيا كانت صعبه وانت عارف الاجواء كلها كانت ملتهبه من اربع خمس ايام، لكن احب اقول لمجلس اداره النهارده شكرا لكل مجلس اداره، الحمد لله عديته اللي عليكم، عديته فردا فردا. اقول لكابتن عاصم السعداني مدير نشاط رياضي عديت اللي عليك، بشكرك جدا، تعبت معانا كتير، وهو ده كابتن عاصم السعداني مدير فني السابق والمنتخب مصر وانجازات كبيره في لعبه كره اليد، وواحد من اصحاب الانجاز معانا، ويعني الراجل بصراحه كل يوم معانا على تليفونات وعلى اتصالات، فبنشكره جدا. بنشكر كل الاجهزه المعاونه في النادي الاهلي، بنشكر كل جماهير النادي الاهلي وقفت ورانا وجت لغايه هنا، بنشكر كل جمهور الاهلي قولوا فعلا احنا معانا فرقه رجاله، الولاد كانوا على قد المسؤوليه تماما، كابتن عاصم حماد واجهازه بالكامل وكل اللاعبين من كابتن كريم السعيد الاصغر لعيب بنشكره، يعني الحمد لله منظومه متكامله اتعملت وهي اللي ادت النجاح ده. بنشكر خالص الاهلي اللي متابع معانا الحدث لحظه بلحظه، بنشكر كل الناس والحمد لله، يعني الحمد لله ده مجهود كل المنظومه المتكامله دي، ده النادي الاهلي، ده النظام، ده اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، وده اولاد النادي الاهلي هم اللي بيعملوا كده. اروح معاك بقى لمباراه اليوم، يمكن خلاص لحظات وهتنطلق هذه المباراه، استعداد اكيد مميز، يمكن كمان التوقيت خدمنا شويه كابتن خالد ان المباراه كانت متاخر شويه، قول لي الاجتماع الفني امبارح ابرز الامور كانت فيه ايه، وكمان شايف الفريق استعداده ازاي للمباراه دي. ابرز حاجه في الاجتماع الفني ان في فرقتين امبارح ما وصلوش، فالغارده من مجموعه احنا مجموعه بي، جالنا فرقه من مجموعه ايه حطوها عندنا بقينا 5-5 خلاص، واعادوا ترتيب الجدول تاني، ولقوا ان احنا كنا هنلعب الساعه 3 الظهر. كل الامور الفنيه في الحياه ما ينفعش نخلص الساعه 11-12 بالليل ونلعب تاني يوم الساعه 3 الظهر، فرق بينهم 12 ساعه تقريبا 15 ساعه، فالناس اقروا ان احنا نلعب اخر مباراه النهارده الساعه 10 بالليل، كده الامور بالنسبه لنا موزونه جدا. طلع الجدول خلاص، طلع احنا عندنا ماتشين النهارده وبكره ماتشين، بعده راحه وهنلعب ماتش تاني ماتشين تانيين، وبعد كده نريح يوم ونلعب بعد كده ثلاث ماتشات ورا بعض، ده الترتيب العام. الاجواء النهارده الفرقه دي جي اس كي لعبناها قبل كده في بطوله افريقيا الابطال والحمد لله قدرنا نفوز عليها، لكن كل ماتش ليه حساباته، اكيد الفرقه مجهده من ماتش امبارح، اكيد بعد تعب كبير مع نادي الزمالك، نادي محترم، نادي ادى اللي عليه في مباراه امبارح، لكن التوفيق كان من حليفنا الحمد لله. النهارده مباراه مهمه، بدايه البطوله، وبدايه البطوله حتى كابتن عاصم حماد كان بيقول كلمه مهمه جدا امبارح، قال انا هفرح لغايه الساعه 11 وهنبدا يوم جديد، وفعلا بدانا النهارده يوم جديد، الولاد رجعوا لتركيزهم تاني، اكيد ليهم فرحه معينه بعد ماتش السوبر، فرحه مختلفه، لكن النهارده قدرنا كابتن عاصم حماد قدر يقعد مع فريقه تاني ويجمع الامور مره تانيه ويطلع بالفرقه ان احنا عندنا بطوله، لازم نركز، لازم نحافظ على اللي احنا فيه، لازم نوصل للاداء المميز اللي احنا طالبينه كجهاز منهم. الحمد لله ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في اللي عندنا ثقه في لعبتنا ان لعبتنا تقدر تادي بدور كويس جدا في المرحله اللي جايه وتوصل للهدف التاني. احنا كان عندنا هدفين، حققنا هدف اولاني وده 50% الاولى، ناقصناها 50% الثانيه لغايه يوم 22 ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان احنا نحقق لجماهير النادي الاهلي البطوله الثانيه وبطولتين في 10 ايام، اعتقد دي حاجه تسعد كل جماهير النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي. توفيقك يا كابتن خالد، مش هعطلك وابارك لك ان شاء الله بعد المباراه. ميرسي يا كريم وربنا يكرمك وشكرا جدا جدا. كل الشكر طبعا للكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير فريق رجال كره اليد بالنادي الاهلي، تصريحات كانت هامه جدا من كابتن خالد العوضي، وبنتمنى طبعا كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي في اولى مبارياته في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. اسيبكم دلوقتي يا باشمهندس ابراهيم الاستاذ عادل كده استاذ عادل كده باشمهندس ابراهيم المنيسي، اسيبكم دلوقتي مع فريق الاحماء بالنسبه للنادي الاهلي. شكرا كريم، نتواصل بعد الشوط الاول. شكرا.
اعتقد الصدر الجديد اللي الاهلي بينتظره من اسوان شفته بعد ما خلص مهمته في الشمال. الاهلي خلص مهمته في الشمال وانتقل الى الجنوب. هنطلع لفاصل وبعد منه نتواصل.